أحضر حضراتكم من جديد، ودايما بنسمع الجملة دي من أغلب الستات: أنا كان وزني مظبوط وكنت رفعي كده، بس أنا زدت قوي بعد الجواز. طبعا اتحولت الشكوى دي لمشكلة أساسية في ستات ورجالة كتير متجوزين طبعا، وبيعانوا من المشكلة دي لسبب أساسي، وهو إن بعد الزواج بيحصل تغير في الهرمونات وبيساعد الموضوع ده على زيادة الوزن. طيب هل بس كده، ولا احنا اكتر بنعك واكتر بناكل حلويات؟ وهل ده له تأثير، اي نوع من انواع التأثير بعد تغير الهرمونات بعد الزواج؟ هنعرف كل ده وهنتكلم على كل ده النهارده من ضيفتي اللي دايما بتنورني، دكتور هبة حسام، اخصائية التغذية العلاجية. ازيك يا دكتور هبة؟ ازيك، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. دلوقتي الهرمونات متهمة، الهرمونات ما بعد الزواج وتغير الهرمونات متهمة بأن بيحصل زيادة في الوزن. بالضبط. إيه مصداقية الموضوع وعلمية الموضوع، وهل فعلا بيحصل تغير في الهرمونات بعد الزواج يؤدي لزيادة الوزن عند الستات، وهل كمان ده بيحصل للرجالة ولا الستات بس؟ حلو قوي. طبعا بعد الجواز طبعا الهرمونات من أنسة لمدام، ده طبعا فيه من 7 ل 10 كيلو كده مبدئيا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار أبيض. بالظبط، وده عامل الهرمونات ده احنا ملناش اي تاثير فيه. طب ايه العوامل التانيه؟ العوامل التانيه ان احنا بنقعد مثلا، هي في قاعده في البيت، في فراغ، في اجازه، فانا ممكن اكل الصبح، اكل بالليل، اكل تاني. طب سي مثلا خلاص الاجازه خلصت، هو هيجي بالليل، انا باكل وجباتي طول النهار عادي، بيخلص شغله يجي بالليل، انا باكل معاه تاني بالليل، وببقى مضطره ان انا اكل وجبه عادي جدا. طيب الرجاله بيحصل لهم ايه؟ بيطلع كرش زي ما انت قلتي. طبعاً. اول حاجه بتطلع عند الرجاله بعد الجواز هو الكرش، من كترة الاكل ومن زيادة السكريات. الهرمون السعادة والاستقرار بيبقى زايد، فدايما بيبقى عايزين ايه؟ نروح لحاجة مسكرة، ده نفسي في حاجة مسكرة، فنبدأ ناكل سكريات. صحيح. وكل ده مشكلته ان احنا بناكله بالليل. يعني احنا مش بنوزع ده كله على طول النهار. يعني عايز تفهميني ان لو العك ده اتعمل الظهر او الصبح مش هيتخن زي بالليل ومش هيطلع قرش. الله، مش هم بنك كالوريز بيدخل جوه الجسم كده، يبقى الجسم بنك للكالوريز او للسعرات الحراريه، ولو زادت عن اللي خارج مجهود نتخن. حلو قوي، حلو قوي الكلام ده، هي بالظبط كده. انا بقى مجهودي بالنهار زي مجهودي بالليل؟ لا، بس انا بالنهار بتحرك، بصحى، بنزل اجيب طلبات البيت، بعمل اكل، بروق البيت، هو في الشغل بيشتغل بيروح بيجي. بالليل الكنبه مفيش غيرها. صحيح. انا باكل وقاعده على الكنبه يا داخله نايم. لسه كنت اقول لك يا داخله نايم. أيوة. في حرق؟ مفيش حرق غير التنفس. التنفس بيحتاج 40 كالوري مثلا عشان يحصل في جسمنا، وبس كده خلاص الباقي كله بيتخزن. فهي دي المشكله. طب هل هنمنع الناس من الجواز؟ لا طبعا. هل هنمنع الناس من ان هم ياكلوا؟ اكيد لا. برضه ده متعه زي ما جبت المشكله بالظبط، زي مشكله الارتباط كده، هنجيب مشكله لحل الجواز والبنات اللي بتتخن بعد الجواز. طيب ايه الحل اللي معايا النهارده؟ ان انا اقفل بقي، ان انا اسد نفسي وازود معدل حرق جسمي. طب ده هيخليني اعمل ايه؟ سواء بقى للراجل او للست، او للست بس. حلو. اول حاجه لما هصحى انا هفطر الفطار بتاعي عادي، وهتغدى وهتعشى بس بكميه صغيره. طيب ده طب انا جعانه هعمل ايه بقى؟ بالظبط، ما انا دي الفكره. انا ازاي بقى ما بقاش جعانه؟ ازاي انا اعمل كنترول على معدتي ان انا ما بقاش جعانه؟ فالكورس اللي انا جبته النهارده مبدئيا هو مصرح من وزاره الصحه، وكله اعشاب والياف طبيعيه، ما فيهوش اي اضرار خالص، ولا من صغار السن ولا لكبار السن. تمام. اوكي. طب نشوف التصريح على الشاشة، عشان دايما بنقول ايه كل مرة مع دكتور هبة، محدش يحط حاجة في بقه غير لما يبقى مصرح بيها من وزارة الصحة. اهو التصريح قدامنا. يعني وزارة الصحة المصرية بتاعتنا مصرحة ان الدواء ده آمن وكويس وصحي ومش هيعمل لنا اي مشاكل خالص، فهقدر اخدها من غير ما لخبط هرمونات. ودي حاجة مهمة قوي للناس المقبلة على الزواج اللي بتاخد ادوية بير السلم زي ما انت بتسميها، او بنلاقيها على الويب سايت، بنلاقيها على السوشيال ميديا، دي بتلعب في الهرمونات وبتلخبطها، وتيجي البنت داخلة على جواز تعمل التحاليل بتاعتها، او تدخل تيجي مثلا تبقى حامل، لان ده في لخبطه في الهرمونات، او الدوره الشهريه يبقى فيها مشكله. من ايه؟ من الادويه مجهوله المصدر. طب ما انا لازم اخد حاجه طبيعيه واعشاب وما تاثرش على اي حاجه. طيب اول كبسوله معايا بتتكون من ايه؟ بتتكون من قشور السيليوم. طب ايه هي قشور السيليوم؟ هي عباره عن اعشاب بلاقيها موجوده في كل حته، بس انا ضغطتها في كبسوله وحاطه معاها كذا حاجه تانية زي نكهه الاناناس والتوت البري، عشان دي برده الياف، فبتديني احساس بالشبع اكتر. طيب قشور السيليوم بتنزل
بتعمل طبقه جيلاتينيه في المعده تديني احساس بالشبع طول النهار، بتخليني حتى لو انا هاكل او انا عندي حتى شرح سكريات او شرح طعام انا باكل كميه صغيره وبتسيطر لي على احساس الجوع المستمر اللي موجود. صحيح. دي اول كده كبسوله معايا. طب تاني كبسوله الكارنتين، ودي يعني الستات بقى والرجاله هتحبها لانها بتنحت شكل الجسم. للبنات بتنحت شكل الجسم وبتشيل الدهون المعقده اللي موجوده في اماكن السمنه الموضعيه وتحولها لدهون بسيطه فيبدا يبان الشيب بتاع الجسم. أوكي. طب في الرجاله بتعمل ايه؟ بتبدا تحللي مشكله التسدي، مشكله الكرش او بطن الدب زي ما اتكلمنا طبعا قبل كده معاكي، انها بتقدر تشيل المنطقه دي. طب بتعمل ده كله ازاي يعني؟ او هي عارفه مترجطه الدهون دي ازاي؟ هي وظيفه ال كارنتين كده. احنا ال كارنتين اصلا بينتج في جسمنا بصوره صغيره. انا باخده سبلمنت من بره عشان ازود معدل حرق الجسم طبعا. بس مش معدل حرق الجسم نفسه، معدل حرق الدهون اللي متخزنه في الجسم. لازم استفك اللي بيعمله ال كارنتين. طيب ادي دي كده تاني كبسوله معانا. طب تالت كبسوله معانا اللي هي مليانه بقى قهوه خضراء وشاي اخضر والياف مانجو افريقي وتفاح اخضر، دي كلها مضادات اكسده عشان ما احسش بتعب، ما احسش بوجع في المفاصل، ما احسش عارفه تغيير المواسم من اللي احنا فيه ده طبعا. اول حاجه بتتعب الصيف والشتاء المفاصل، بنسمع طرقعه في مفاصل الرجل، في الركب، في الدراعات، في الرقبه، في الظهر. اول ما اتحرك من على السرير نسمع طرقعه. فحطينا مضادات اكسده اولا عشان تزود معدل حرق الجسم، اولا تمنع اي احساس بالتعب والخمول وتساقط شعر وشحوب بشره واي مشكله من المشاكل اللي بنعملها اول ما نبدا دايت او نبدا نخس. فدول كده الثلاث كبسولات اللي معانا. طب هل سكتنا على الثلاث كبسولات؟ اكيد لا طبعا، عملنا معاهم ثلاث هدايا عشان نتلاشى تماما اي مشكله ممكن تحصل من مشاكل السمنه، زي كريم شد البشره وكريم شد الترهلات وفيتامين دي كمان. الله، ده يعني محاصرين السمنه واثار السمنه. طيب هناخد الكلام ده كده وهنسكت؟ طبعا لا، احنا في ست الستات يعني لازم يبقى في شويه اغراءات وشويه خصومات واوفرز. طبعا. هتدينا ايه بقى النهارده؟ احنا نقول الاوفرز الثلاثه اللي معانا ونخلي الاوفر الكبير كده للاخر. طيب خلاص. احنا اول حاجه معانا الناس تتواصل معانا ازاي؟ عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. واحنا معانا ثلاث عروض. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات قشور ستيليوم، ودي كبسولات سد الشهيه والسيطره على نعم الطعام، ومعاها كريم شد البشره وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 او 10 كيلو مثلا في الشهر. حل. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% مكون من قشور السيليوم والكارنيتو اراكس، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوزه تنزل ازيد من 10 زي مثلا 15 او 20 كيلو في الشهرين. تالت عرض بقى معانا وده اللي مكون من كل حاجه، معانا الثلاث كبسولات عرض 3 شهور، ده عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات بتاعتنا قشور ستيليوم والكارنتين والقهوه الخضراء، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. والاوفر ده بقى تحديدا من النهارده اليوم 15 عليه سحب على ثلاث رحلات شتويه للاقصر واسوان. اي حد هيطلب الاوفر ده من النهارده اليوم 15 هيتم السحب يوم 16. كل المطالب منه ان هو يبعت لنا بس صوره الفاتوره بتاعته على صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، ومسموح ليه كمان بمرافق. يعني كمان هيخس وهيشتي وهيتفسح طبعا، مش نكافئه بقى رحلات شتويه بقى الاقصر واسوان ويتمشى ويخس اكتر كمان. بالظبط. او تخسي انت كمان اكتر. ان طبعا الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. جميل. طيب دلوقتي بقى لو عايزه ما زدتش تاني في الوزن، لان احنا في اليويو دايت. بخس ما عنديش مشكله، حلو كده، ابطل تاني تالت يوم رابع يوم بالكتير تبدا تاني رحله العوده للوزن، ويمكن اكتر من الاول كمان. بيرجع الاول رحله ثبات الوزن. انا بثبت على الميزان، انا ما بتحركش، ما بنزلش حتى الكيلو، افرح قوي وبعدين هوب بعد كده الاقي نفسي زايده تاني اكتر من الاول فعلا. أيوة. زي ما انت بتقولي على طول. ده ليه بقى؟ عشان انا حرمت نفسي. انا دخلت جسمي في مرحله حرمان من كل حاجه انا عاوزه اكلها. فاول ما بشم نفسي وبخلص الدايت وبخلص الاوزان بتاعتي او بخلص الكيلوهات اللي انا عاوزه انزلها، ببدا اكل كل حاجه انا سبتها وانا في الدايت. فعشان كده انا ضد حرمان الدايت، يعني انا ضد ان انا اديهم الورقه بتاعت الدكتور الدايت دي واقول لهم ممنوع ده وممنوع، لا احنا هناكل كل حاجه. أوكي. بس هنظبط مواعيد، هنظبط مواعيد نوم، هنشرب ميه كويس، هنظبط المشروبات بتاعتنا، نحولها من مشروبات مش صحيه لمشروبات صحيه، وهنقلل كميه الاكل سواء كان الاكل ده حتى لو جانك فود.
يعني لو حتى الناس هتخرج تاكل بره انا بس هقلل كميه الجانك فود واحده واحده. هم مع النتيجه هيبداوا يقولوا لي طب ما احنا خلاص بناكل كل حاجه، واللي هياكل جانك فود مره مش هياكله تاني مره. صح، مش هنقعد ناكله يوميا. مفيش اشتياق للجانك فود اللي قعدت محرومه منه بالظبط كده كذا شهر. هي دي الماده ايه سوري تاني اللي هي بتحافظ على ان الوزن يفضل ثابت؟ القهوه الخضراء طبعا، والشاي الاخضر اللي هي ثالث كبسوله. ثالث كبسوله هي اللي بتعمل كده. الموضعيه دي طبعا الكارنتين هي اللي بتفتت الدهون اللي متخزنه وتحولها بقى لطاقه يقدر جسمي يتحرك بيها او اقدر اتنفس بيها واقوم بيها بعملياتي الحيويه. جميل. ما نقدرش ننكر ان بعضنا عنده امراض مزمنه وخصوصا اصحاب الاوزان الثقيله. بالظبط. يعني الواحد بقى بعد ما يعدي وزن معين يبدا بقى يجي له السكر من النوع الثاني حتى لو يعني مش مريض سكر اصلا، ويبدا الضغط يرتفع، يبدا زياده في الكوليسترول، كوليسترول عالي، تبدا بقى امراض القلب وحاجات وحاجات هتتفتح بقى بوابه بعد الف شر عليكم جميعا من الامراض. حلو. ازاي ممكن الامراض دي كلها لا تتعارض مع الكورس؟ لان دايما الناس بتبقى قلقانه. حلو قوي. اولا الامراض دي كلها او ادويه الامراض دي كلها لا تتعارض مع الكورس، لان الكورس كله اعشاب والياف طبيعيه. فما فيش فيه اي سلسله كيماويه ممكن تتعارض مع السلسله الكيماويه بتاعه اصلا الادويه. أوكي. فده اول سيف سايد احنا هنتكلم عنه. طب تاني حاجه، معظم الامراض اللي حضرتك قلتيها دلوقتي بتيجي نتيجه السمنه، يعني معظم الامراض اللي في البطن او في الدم اللي هي الدهون الثلاثيه، زياده الكوليسترول، التكيس المبايض، مقاومه الانسولين، السكري من النوع الثاني، كل ده نتيجه مرض السمنة. لما انا بخفف مرض السمنه كل الامراض دي بتروح. بلس كمان ان انا الكارنتين بيدخل في علاج تكيس المبايض وخشونه المفاصل والتهابات المفاصل والحاجات دي كلها. عندي القهوه الخضراء مضادات اكسده لامراض الغده الدرقيه وغيرها. عندي كشور ستيليوم اصلا بتعادل الضغط الانقباضي والانبساطي، فبالتالي بتظبط لي معدل ضغط الدم. فمريض الضغط العالي بيتظبط ومريض الضغط الواطي. دايما يقولوا الالياف مهمه في الاكل. بالظبط. ده دور الاناسيليوم. بالظبط كده. مع كل الكبسولات او كل الاعشاب اللي انا قلتها دي ليها فوائد لا تعد ولا تحصى يا استاذه دنيا. تمام. بس الفكره ان انا بتكلم عن وظيفتها في التخسيس. بالظبط. بس دايما بحب اقولها ليه؟ عشان كل واحد بيتفرج علينا دلوقتي او كل واحده تبقى عارفه الكبسوله اللي هي هتطلبها مني دي وهتاخدها هي مكوناتها ايه. صح، عندك. فتبدا حق. هي تجوجل، تبدا تسيرش، تبدا تدور، تبدا دي مفيده ليا، دي ليها اضرار. بالزبط. دي في حاجه بص تلاقي ان حاجات كلها طبيعية. طيب ازاي يعني، هل بقى الفريق الطبي هيقدر يساعدني على اختيار الكورس المناسب ليا؟ ومعلش فكريني كده، مثلا لو في ستات عايز تنقص بس 3 4 5 كيلو وفي اوزان ثقيله وتقول لك ايه، لا ده انا حلي الوحيد في عمليه تكميم او تحويل مسار او حاجه. انا مش ضد العمليات دي، في ناس بتبقى محتاجاها. انا مش ضدها خالص، بس خليها اخر حاجه. بالظبط كده. مش اول حاجه. حدد ازاي الكورس بتاعي؟ حلو. مبدئيا طبعا المتابعه المجانيه من فريق طبي متخصص، كلنا دكاتره وخبراء تغذيه، بنعمل على اننا مرضى السمنه او اللي جايلنا فاقد الثقه، فاقد الاراده، محتار مش عارف يبدا منين بالظبط، احنا اللي بنوجهه، احنا اللي بنقعد نقول له هتعمل كذا وهتعمل كذا، وهينفع تاخد دايت ولا مش لازم تاخد دايت، ونبدا نرشح له طبعا الكورس اللي هو عاوزه. جميل. طب احنا معانا ولاء. انا سمعت صح؟ الو يا ولاء. الو ازيك؟ ازيك يا فلينا؟ عاملة ايه؟ ممكن تعللنا صوتك شوية بس يا ولاء عشان نسمعك كويس؟ ازيك يا فلينا؟ ايوة اهلا بيكي حبيبتي. الحمد لله. معاكي دكتور هبة حسام لو عايز تسألي على اي حاجة. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. اتفضل. كنت عايز اسأل حضرتك عن الكورس المناسب ليا. تمام. انا وزني 110. تمام. طولي 165. تمام. وسني 23 سنة. حبيبتي صغننة. صغننين خالص على 110 دي. طب احنا يعني طبيعة حياتنا ايه؟ احنا لسه بندرس ولا خلصنا ولا ايه بالظبط؟ لا هو انا خلصت دراسة وبشتغل. تمام. طب انت عندك اي نوع من الامراض؟ الفاست فود بقى هو اللي مبهدلني. طبعا. ماشي. اسمعينا يا ولاء. تمام. شكرا ولاء، وان شاء الله مشكلتك تتحل.
هنعمل ايه بقى مع ولاء؟ 110 دي كتير كتير على 23 سنه. ليه عمرها لسه قدامها تستمتع علينا دلوقتي؟ ليه ممكن اقعد لغايه معدي ال 100؟ ليه اكثر ال 100 على الميزان؟ انت عايزانا اول لما نزيد كيلو اتنين اجري الحق نفسك. والله هو ده فعلا اللي انا بعمله. انا شخصيا اول ما بقيس البنطلون بتاعي بيتغير انا بعرف ان في حاجه غلط. كلنا لازم نعمل كده. مش استنى لما الدهون تبقى باينه قوي في منطقه البطن وماليه الامعاء وماليه الامعاء الحشويه اللي جوه وماليه جسمي وبعد كده اقول لا انا لازم اخس. طب ما انا اخدهم وهم لسه صغيرين. وده السبب اللي خلاني نعمل ثلاث كورسات. اللي هو الكورس الاولاني الحق اسمه الحق نفسك. ايوه الحق نفسك اللي هو الحق الخمسه سته كيلو الاولانيين. الكورس الاولاني اللي هو عليه التخفيض كام؟ 40% 40% الحق نفسك. بالظبط 40% الحق نفسك. حلو قوي. احنا هنعتمد الموضوع بالزبط. ده فطبعا ولاء انسب حل ليها او انسب كورس ليها اللي هو كورس الثلاث شهور اللي مكون من كل حاجه. لان ال 110 دي هتبقى صعبه قوي. احنا معانا 30 40 كيلو عاوزين ننزلهم في 3 4 شهور. حلو. احنا مبدئيا الكورس بتاعنا عشان نطمن ولاء احنا بننزل من 3 ل 4 كيلو في الاسبوع ومن 10 ل 15 كيلو في الشهر. يعني ال 40 كيلو اللي ولاء زايداهم دول تنقصهم في قد ايه كده يا دكتور هبه؟ يعني مثلا 3 4 شهور. يعني يوم ما ولاء هتطول معايا قوي هيبقوا 4 شهور. وحياتها يعني تختلف. حياتها هتتغير من اول شهر. انا مش هضحك عليكي. من اول شهر من اول 10 كيلو بينزلوا من الجسم بتبدا النفسيه اصلا تتغير. طبعا بتبدا النفس يتغير. نوعيات الاكل بتتغير. بلس كمان ولاء ال 110 دول اكيد سمنه كليه في كل حته وفي سمنه موضعيه من غير ما هي تقول لي في منطقه البطن طبعا والتو ساندوتش اللي بيبقوا في الظهر واللغد ده 110 يعني متخزنه في كل مكان يبقى في سمنه موضعيه. ده جوه الشرايين. بالظبط. يعني ده اللي احنا شايفينه من بره. فما بالك بقى الامعاء اللي جوه او الدهون الثلاثيه او زياده الكوليسترول او الحاجات دي كلها. كل دي بتؤدي في النهايه لامراض القلب بعد الف شر طبعا على ولاء واللي زي ولاء. لكن احنا يعني ده جرس انذار. يعني جرس انذار بس انا عاوزه الحقه بدري. طب ايه تاني في الكورس ممكن يفيد ولاء او يفيد السمنه الموضعيه؟ كريم شد الترهلات كله شيا باتر وفيتامين اي وهيالورونيك اسيد عشان يشد الجلد. مش خلي بالك بعد ما صغننه يعني عايزه تخس ولسه بقى هتتجوز ولسه هتحمل وتولد وبعدين مش هتخس 5 6 كيلو مش اللي هو حاجه بسيطه فمش هيلحق الجسم يعمل ترهلات. لا احنا عندنا مع ولاء 30 كيلو محتاجين نخسهم كلهم ونعالج الترهلات والسيلوليت والستريتش ماركس. ما هو اي جسم بيخس وبيزيد لازم تتكون ستريتش ماركس. طب اعمل ايه؟ عملنا بقى كريم شد الترهلات اللي هو هديه اصلا مع الكورس عشان يشد الجلد ويزود الكولاجين والالاستيستي وما يبقاش في اي مشكله بعد ما ولاء تنزل في الوزن ده كله. هتاخد بقى كورس الثلاث شهور. كورس الثلاث شهور طبعا. وممكن بقى تاخد له الرحله بقى. ولاء ممكن تروحي رحله على فكره هي مش معانا بس أيوة. اكيد سامعه الاجابه أكيد دلوقتي يعني تلحق رحله الاقصر واسوان. طب بمناسبه الاقصر واسوان بقى عايزه اعاده للاوفر. يلا بينا. احنا مبدئيا عندنا ثلاث عروض. اول عرض عرض الشهر ده عليه خصم 40% عرض الحق نفسك زي ما انت قلت. الحق نفسك ده للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 او 10 كيلو مثلا في الشهر. وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين ده عليه خصم 50% مكون من كبسولات قشور السيليوم والكارنيتو اراكس اللي هو الالي كارنتين ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وده للناس اللي عاوزه تنزل ازيد من 10 كيلو بيوصل كمان ل 20 كيلو في الشهرين. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور ده عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات بتاعتنا قشور السيليوم والالي كارنتين والقهوه الخضراء ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي. وهو ده اللي عليه عرض الرحلات الشتويه. اي حد من النهارده اليوم 15 هيطلب عرض الثلاث شهور يبعت لنا صوره الفاتوره بتاعته على صفحتنا وان دايت ودايت لايف وهيتم السحب يوم 16. واي حد هيكسب الرحله مسموح له طبعا بمرافق. وما ننساش ان الشحن مجاني لجميع المحافظات ومتابعه مجانيه لفريق طبي متخصص. يلا الحقي نفسك يا ولاء. و يعني لو حصل بقى انك انت محظوظه وسافرتي عايزين صور بقى من الرحله ونعرض الصور دي لنفس الستات لاي حد يكسب اكيد طبعا الرحلة. طيب دلوقتي نموذج للأوزان المرتفعة اللي هو 100 كيلو 110 120 وهكذا هم دول يقدروا يلعبوا رياضة؟ هل في أي طبيب أو أي دكتور هيقدر يطالبهم بممارسة أي نوع من أنواع الرياضة؟ كان نفسي أقول لك بس ما ينفعش. أنا واحدة من الناس لما بيجي لي الوزن ده أول حاجة بقعده لغاية ما ينزل 20 أو 25 كيلو وأتأكد إن مفاصله هتستحمل إن هو يلعب رياضة. ساعتها هنزله يلعب رياضة يتمشى. في ناس بتبقى عاوزة تنجز بسرعة تقول طب أنا هنزل الجيم. أقول لها لأ أوعي تنزلي الجيم. يعني أنا هو دكتور دايت بقول لك أوعي تنزلي الجيم. أوعي. ليه؟ عشان المفاصل وعشان الرقبة وعشان
الظهر وعشان ما بوظت حاجه اكتر من اللي السمنه مبوظاها، لا احنا هننزل التارجت ويت بتاعنا الاول وبعد كده ننزل بقى نعمل الحياه الصحيه اللي احنا عاوزينها، عاوزين نتمشى، عاوزين نشترك في جيم، عاوزين وات ايفر ايه اللي هنعمله هنعمله بس بعد وزن معين. لكن ما اخدش القرار من نفسي وانزل اروح اعمل رياضه. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، كل الدكاتره دلوقتي بطنه عظام جراحه اي دكتور أيوة. يقول له روح لدكتور خس وتعالي وارجع لي كلها ما فيهم صح. امراض الغده وامراض الدم ده في ناس كانت معرضه انها تغير مفصل ويقول لها ولما والدكتور قال لها خس لما خست اتحسنت يعني او ما بقتش محتاجه فكله دلوقتي بقى يقول لك روح لدكتور دايت خس الاول بعد كده تعالي لي يعني السمنه لازم نحلها. هل السمنه ممكن تعمل اكتئاب لبعض الناس؟ في ناس عرفها عندها كل مقومات الحياة الجميلة وممكن قوي ان السمنة تكون هي مصدر الاكتئاب طبعا. اي بنت بتقف قدام المراية شايفة جسمها مش متناسق بتدخل في مرحلة اكتئاب. ودول اكتر ناس بجد بتجيلي وبقابلهم، مش راضية تخرج مع اصحابها، بتتصور صور بالجنب، يا اما ما بتتصورش خالص. انا كان عندي بنوتة في جامعة تقولي انا ما بتصورش، اقول لها ليه ما بتتصورش؟ تقولي شكلي وحش عشان تخينة. يا ساتر. طب ليه؟ ليه ممكن اسيب نفسي لما اتخن كده؟ طب لا، ما انا لازم اعيش حياتي. علاقة السمنة بالاكتئاب دايرة مغلقة، طول ما في سمنة في اكتئاب، هكتئب هدخل في سمنة وهكذا. صح. مش معنى كده بالظبط، مش معنى كده ان انا هقول لك ان ما ينفعش ما لا، احنا كلنا بنعدي بحالات يعني نفسيه مش كويسه، بس الفكره ان انا الحقها قبل ما تبقى سمنه كبيره. الحق نفسك. طيب ايه رايكم نشوف الناس ازاي حياتها اتغيرت، ازاي لبسها اتغير، ازاي السن نفسه مظهر السن اتغير؟ نشوف الصور قبل وبعد، واهو بادئين بالرجاله، اهو بادئين بالكرش 20 كيلو في شهرين ونص. واو، يعني خلي بالك ده كان كرش، يعني كرش مع احترامنا الكامل طبعا ليه، وكلنا بنتعرض لسمنه فجائيه، بس الخساره هنا مكسب. ده طبعا، بس كل اللي بقى حد بيتفرج عليا انا وانت، ليه استنى لما ابقى بالكرش ده او بالتسدي ده؟ ليه؟ ما هو ده مراحل، ده ما جاش مره واحده. لا طبعا، لا يمكن يكون جه مره واحده. لازم الاحظ جسمي والاحظ نفسي، بس طبعا احنا شايفين فرق التغيير، فرق السمنه الموضعيه، ودي اهم حاجه اللي انا بحب دايما اتكلم. بس لما وصل لخساره 22 كيلو شكله اختلف واللبس اختلف، واعتقد ان هو يعني ده بقى اللي هيتقال عليه بعد كده، هيلحق نفسه لو زاد نص كيلو. بالظبط، عشان هيبقى جرب الشكل بتاع السمنه وجرب شكل الخساسان ولبس الخساسان، فهيقول لك لا انا هيبقى عنده، عارفه الوسواس القهري، انا اول ما هزيد كيلو 2 كيلو انا هجري عاوز اخس. بالظبط. طيب نشوف الصوره اللي بعد كده، اهي 97 وبقت 70، يعني 27 كيلو في 3 شهور، يعني بجد انجاز انجاز، دي بطله طبعا. اكيد طبعا. وعلى فكره الموضوع ده، تصدقي بقى ده هيرجعنا للموضوع اللي بدانا بيه حلقتنا النهارده، اللي هي هرمونات ما بعد الزواج، وطبعا دي بقى هرمونات ما بعد الانجاب. بالظبط، بعد الجواز والخلفه طبعا الجسم بيبقى عنده قابليه للتخن، وبيبقى معدل الحرق قليل جدا، فان احنا نلحق نفسنا وارجع نفسي تاني للشكل ده طبعا بتفرح جدا يعني. طبعا. شوف الصوره اللي بعد كده، واو 21 كيلو في شهرين، 87 بقت 66. شايفين الارقام يا جماعه؟ الوقفه غير، اللبس غير، واضح انها مش كبيره في السن طبعا. ده كانت صوره الاولانيه، يعني كانت لوحده ست متقدمه في العمر. الصوره الثانيه لا، شابه، شابه صغيره، يعني السمنه بتكبر الملامح وبتعجز قوي ملامح الوش بالذات، واللغد لما بيطلع بيبدا يكبر الوش. لا طبعا الوقفه، بصي انا بحب بقى الثقه بالنفس اللي بتيجي بعد الخساسين. وسطها، لان في وسط، في بالظبط. والله العظيم يعني انا بحبك عشان بتلاحظي الحاجات اللي زي في وسط، في رسمه جسم انثوي بدات تظهر. طيب الرجاله فاكرين كتير يقول لك لا الراجل ما يعيبوش وزنه وما يعيبوش كرشه. لا يا جماعه، عايزه اقول لكم مفاجاه غير ساره، ان لا يعيبه للاسف، يعيبه، ومش بس في عيون الناس، ده في عيون نفسه هو. 19 كيلو في شهرين، في عيون نفسه وفي عيون اللي معاه وفي عيون صحته، وفي عيون صحته وبطنه وكرشه والحاجات دي كلها. لا طبعا يعيبه، ومقوله الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش دي يا جماعه مش حقيقيه، احنا ممكن نتغاضى عنها النهارده عادي. طيب
نرجع بقى تاني ونسأل السؤال المهم. طب ده بالنسبة للشباب وللكبار، احنا ناسيين يا جماعة ان في مدارسنا دلوقتي في اطفال عندهم سمنة، وده يعني ما كانش موجود قبل كده، عمرنا ما كنا بنشوف اطفال اصحاب، طبعا بيبقى في اكسبشنز في استثناءات، بس كتر. لكن كتر بالظبط، يعني دلوقتي في النادي ولا في المدرسه بتلاقي في مثلا 40-50% فيهم سمنه، بنات واولاد. الام للاسف بتبقى فرحانه تقول لك ده حلو، ده حلو، ده بصي صحته حلوه، ممكن تبقى صحته مش حلوه خالص، اي دور برد ممكن تبقى مناعته وحشه جدا، عنده انيميا. طب تصدقي بقى ان في اوزان تقيله في الاطفال وفي الكبار وعندهم انيميا؟ عندهم انيميا طبعا، لان الدهون مش صحيه. مين اللي قال الدهون صحيه؟ الدهون اصلا بتضعف مناعه الجسم، كميه الدهون دي كلها، وبعدين بتخليه مش قادر يتحرك، مش قادر ياخد الوجبه الغذائيه بتاعته الصحيه اللي انا المفروض احط فيها الفيتامينز والحاجات دي كلها. فاي ام دلوقتي تقول لي ما انا مش هينفع احرمه من الاكل، ما انا ما قلتش احرميه. انا ضد اي طفل امنع عنه اكل عشان هيطلع عنده عقده الدايت او هيروح ياكله من ورايا، والام مش تبقى عامله كنترول 24 ساعه. صح. طب هعمل ايه؟ هدي الكورس. طب الكورس امن؟ هو كله اعشاب والياف طبيعيه، كانك بتسقيه ينسون للبرد، جنزبيل، اي حاجه، هو اعشاب طبيعيه. طيب الاطفال من سن كام؟ من سن 11-12 سنه. طب ليه عملنا كبسوله ما عملناهاش باودر زي الاعشاب اللي انا لسه بقول عليها؟ لا، هيزرجنوا في الباودر على فكره، هتبقى طعمه مش حلو. بالظبط كده، ونضمن ازاي ان هم خلصوا كل الكوبايه كلها، وانا ما اقدرش اجبر طفل على انه يشرب حاجه طعمها مش حلو. صح، فدي الفكره، فعشان كده ضغطناها في الكبسوله. طيب نشوف الريفيوهات ونشوف قد ايه الفريق الطبي يعني بيساعد اللي بيتوجه، وطبعا بالسؤال وبيطلبوا الاوردرات دي بيتابعوهم ازاي. ده اول ريفيو، ده تحت متابعه دكتور شيماء. والسلام عليكم يا دكتور، انا خسيت 10 كيلو في 12 يوم. واو، هل ده ممكن؟ طبعا ممكن. قولي لي بقى ليه؟ ليه؟ عشان هي هتلاقيها ملتزمه بكل التعليمات اللي احنا بنقولها، بتتحرك كويس، بتنام كويس، بتشرب نسبه الميه اللي جسمها محتاجها كويس، فبالتالي الجسم بدا يعيد صحته وحيويته تاني، ومع الكورس بتاعنا بدا ينزل الوزن الزياده. بس ده كم هائل، 12 كيلو دهون، ده حاجه جامده. طيب اللي بعد كده تحت متابعه، دي بقى تحت متابعه دكتور ندى احمد. صباح الخير يا دكتور، انا وزنت النهارده وبقيت 99، انا كده خسيت 15 كيلو في شهر واسبوع. حلو قوي، كملي، برافو عليكي. انا كان وزني 115 كيلو. طب ده معدل متوسط. صح؟ هل حاجة غلط بنعملها واحنا بناخد الكورس تنبهينا ليها؟ ولا أي حاجة خالص، كل الحكاية هنلاقيها مش ملتزمة بدايت، يعني نظام غذائي، مش ما خلصتش عاداتها الغلط كلها. ما هو اكيد طبعا حلو قوي. انا عارف، عايزه اقول لك والله العظيم لو نزلوا 3 كيلو في الاسبوع، لو ال 9 كيلو بس هم اللي في الشهر، انا بالنسبه لي كويسين قوي. حد يطول بقى واحد بيقعد 3 4 اشهر عشان ينزل 6 كيلو دول. 7 كيلو بالظبط، والله العظيم ال 15 كيلو دول في ناس تقول لك انا بنزلهم في سنه. لا خالص، هم ده في شهر ونص، في شهر واسبوع كمان. طيب تحت متابعه دكتور زينب، انا كنت 98 دلوقتي بقيت 83. كنت متابعه مع حضرتك خطوه بخطوه، الحمد لله وصلنا للتارجت ده، وعاش جدا ليك. طبعا في، عارفه اللي هو ايه، برافو، عاش، زي حد ايه، تشجيع. ما هو انا لازم اشجعهم، هم بيبقوا جايين يا استاذ دينا فاقدين الامل وفاقدين الثقه وفاقدين كل حاجه ممكن تتخيليها. عارفه ليه؟ ما عندهمش باور. اللي بيجي بيبقى جرب كورس واثنين وثلاثه بتاع تحت بير السلم. عارفه بتقولي طب ما انا هجرب وخلاص، يعني هيحصل ايه اكتر من اللي حصل لي؟ بالظبط، فابدا عارفه انها متضايقه يعني. تحت متابعه دكتور نبيله، السلام عليكم، انا دلوقتي كنت جايبه كورس الثلاث شهور، استمري عليه، ايه الاخبار؟ وصلنا لكام كيلو؟ انا كنت 114 بقيت 100. برافو، كويس جدا، ما شاء الله. طبعا يعني دي كده نموذج بسيط من المتابعه مع الفريق الطبي. نشوف الصفحات، واحنا بنشوف الصفحات بقى دكتور هبه هتقول لنا الاوفرز مره
تانية واخيره في حلقتنا النهارده. اتفضلي يا دكتور. احنا معانا ثلاث عروض. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات قشور ستيليوم ومعاها كريم شد البشره وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 او 10 كيلو في الشهر. تاني عرض معانا عرض الشهرين ده عليه خصم 50% مكون من كبسولات قشور ستيليوم والكارنيتو اراكس اللي هو ال كارانتين، وده للناس اللي عاوزه تنزل ازيد من 10 كيلو 15 او 20 كيلو في الشهرين ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، ده عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات بتاعتنا قشور ستيليوم والالكارانتين والقهوه الخضراء وكريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي فوق ال 100 او اللي عاوزه تنزل 30 40 كيلو في الثلاث اربع شهور. وما ننساش ان الاوفر ده اللي عليه سحب الرحلات الشتويه، ونلحق نستفيد بالاوفرز طبعا، وما ننساش ان الشحن مجاني والمتابعه مجانيه. ده شيء رائع. بشكرك دكتور هبه، شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي قلتيها لنا النهارده. بشكر مع حضراتكم دكتور هبه حسام اخصائيه التغذيه العلاجيه، وللاسف وقتنا النهارده جري مع حضراتكم، لكن بكره باذن الله حلقه جديده ويوم جديد. يا رب اشوفكم على كل خير. باي.